أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أحسنتم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. প্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম আজহারুল ইসলাম ওসামার কণ্ঠে চমৎকার তিলাওয়াত। আমরা এবার মন্তব্য জানতে চাইব সুদূর ইরান থেকে আগত ফাদিলাতুদ দক্তর মোহাম্মদ।